ليكوا أغلى وأجمل متابعين، يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. ورجعت لكم فيديو جديد، وفيديو النهاردة هيكون عن الرومي بإذن الله. من خلال الفيديو دوت هخلي أي حد ما بيعرفش يربي رومي يبقى أستاذ في تربية الرومي بطرق سهلة جدا وبطرق بسيطة جدا، ويقدر إن هو يكون عنده إنتاج من الرومي ويعمله كمشروع، سواء كمشروع تسمين أو ترقيد، أو حابب ان هو يربي نفسه علشان الطيور بتشيل لحمة. اقول لكم ايه هو افضل نوع في الرومي، لانه يشيل لحمه في الترقيد وفي البيض وفي كل حاجة هتكلم فيها في الفيديو ده. هقول لكم امتى برضو الرومي بيبدأ ان هو يبيض معايا، وامتى يبدأ ان هو يبشر، وامتى نعرف ان الكسر بتاع الديك مضمون ويكون في كسر، علشان طبعا مش اي ديك بيكسر ينفع ان هو يطلع منه كسر، ممكن يطلع بيضة اتنين والباقي كله بايظ. فتابعوا بقى معايا الفيديو للاخر، وما تنسوش اللايك على الفيديو عشان الفيديو يترفع. ولو بتشوفون لاول مرة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لبكل عشان يوصل كل جديد من عندي. ويلا ندخل في الفيديو على طول. طيب انا الاول مبدئيا الانواع اللي عندي دي انواع ايه؟ انا عندي البلدي والبرونزي، وعندي اللي هو الابيض المشبح ده اللي هو برونزي في امريكي. تمام، ما عنديش الا دول. النتايه السوداء اللي قدام حضراتكم دي بلدي، والديك اللي هناك ده برونزي، والفرخه اللي هي اللي هنا خالص دي برونزي، والثلاثه اللي طبعا اللي انتوا عارفينهم، واخوهم برضو اللي هو اللي هناك ده برونزي. تمام. طب ليه انا دايما بربي البرونزي على طول، وايه الفرق بين الرومي البرونزي والرومي البلدي؟ هو الفرق بينهم مش كبير قوي، لاني طبعا البرونزي دوت الميزة الوحيدة اللي فيه ان هو بيشيل وزن عالي جدا عن البلدي. يعني الديك ده بسم الله ما شاء الله عامل تقريبا 7 كيلو الا ربع، وهو حاليا عمري 6 شهور، فما شاء الله وزنه زي الفل. وكمان الديك كل ما ده بيفرد معايا، الديك نفش شو بدري معايا، وكمان بدأ ان هو يكسر بدري معايا، يعني ما شاء الله بيكسر على النوتي. ومعنى ان هو يكسر على النوتي كده انا بعرف ان نتاية الرومي خلاص قربت انها تبيض، لان النتاية عمرها ما ترقد للديك عشان يكسرها، الا اذا النتاية عارفة انها بتحضر لي البيض. وكمان انا لما استوم الفرخة السوداء دي موسعة خالص، يعني ان شاء الله قريب هتبقى بيضة معايا، هبدأ ان انا اعمل منهم انتاج عندي. تمام. طيب وبالنسبة للأمريكي، في البرونزي اللي هو الأبيض اللي قدام حضراتكم ده، هو ده بيكون رومي شكل بس بيشيل وزن زي البرونزي بالظبط، مفيش فرق بينهم. كل الفرق ان دوت بيكون ألوانه فاتحة زي ما حضراتكم شايفين، واللي جنبه البرونزي طبعا اللي الكل عارفه. تمام. وفي ناس برضو تقول لي طب ازاي افرق بين البلدي والبرونزي؟ عمر يوم ان شاء الله هجيب روم قريب وهوريكم الفرق بين ده وده، عمر يوم، عشان برضو بدام ما فيش حاجة ان انا اوريها لكم مش هعرف ان انا اوصف لكم غير لما تشوفوا معايا. تمام. طيب الرومي، الفرخة الرومي بتبدأ تبشر معايا من 5 شهور ونص، 6 شهور لحد سنة. الفترة ديت الفرخة تبدأ انها تبشر معايا، طبعا ده بيقف على التغذية اللي احنا بنأكلها للرومي، احنا بنأكلهم ايه وبنهتم بالغذاء بتاعهم ولا لا، لان في رومي بيتأخر، في رومي ممكن يقعد من 10 شهور لسنة ما يبيضش، فطبعا دي بتكون عيبة وسوء في التغذية، وكمان برضو بيكون عيب في السلالة بتاعت الرومي نفسها. تمام. اللهم صل على النبي. نرجع بقى الفرخة الرومي، نعرف ازاي انها خلاص قربت تبيض. بنمسك الفرخة ونبدأ ان احنا نقلبها معانا، وبنشوف العظمتين اللي عند فتحة المخرج، كل ما العظمتين دولت بيبعدوا عن بعض كل ما كده الفرخة بتبدأ ان هي تبيض معايا. وكمان الناس اللي بتعرف تقيس لو قاسوا الفرخة هيلاقوها موسعة خالص من جوه. تمام. وفي برضو علامتين تانيين بتدل على ان الفرخة دي قربت تبيض. ايه هما العلامتين دولت؟ بنلاقي الفرخة ماشية زعقة في وسط السطح، ماشية بتكوك بصوت عالي في وسط السطح، الفرخة باللقاء بتختفي في أماكن غريبة أو أماكن مستخبية ما يكونش حد شايفها، وكمان بنلاقي الفرخة بتبدأ إن هي ترقد للديك علشان يبدأ يكسرها. أول ما الفرخة تبدأ إنها ترقد للديك، ساعتها في الحالة دي بنعرف إن خلاص الفرخة دي قربت إن هي تبيض معايا.
ان الفرخه زي ما قلت لحضراتكم ما ترقدش لديك الا اذا كانت عارفه ان هي خلاص على وشك البيض، تمام؟ طب امتى الديك نضمن ان الكسر بتاعه يكون مضمون؟ الديك اللي احنا بنشوفه بيكسر قدامنا مش شرط جدا ايه ان الكسر بتاعه يبقى عمران او في كسر او الكلام ده كله. الديك اللي يكسر صح لازم يكون جايب ال6 شهور، معدي ال6 شهور. ما ينفعش مثلا ممكن فرخة تبقى معايا ل5 شهور واخوها بيكون قد منها، فطبعا ده بيكون هيطلع فيه بيض مخصب وبيض لا. فعلشان كده بقول في الرومي لازم الديك يبقى اكبر من الفرخة 2 3 شهر على الاقل. وكمان في حاجة برضو حابب ان انا الفت نظركم ليها، بلاش في الرومي بالذات نجوز الاخوات لوحد. ما ينفعش نكون جايبين مثلا ديكو فرختين رومي وال3 اخوات ونجوزهم، ما يتجوزوا وتحصل عملية تزاوج عادي وكل حاجة، بس هنلاقي في الانتاج بتاعه السلالة اللي بتطلع منه بتبقى يا اما ضعيفة يا اما بتطلع مفشخة او مكسحة. بنلاقي رجليه عنده كساح من وهو خارج من البيضة، ده بسبب عدم تغيير الدم وان احنا ما غيرناش مجوزين الديك للفرخة والاتنين من نفس الدم. عشان كده هتلاقوا ناس كتير اللي بتربي وغاوية تربية الرومي بتلاقيها كل فترة بتغير في الديك بتاعها او بتغير في السلالة بتاعتها علشان ما يحصلش ضمور في الكتاكيت اللي هتطلع او الكتاكيت اللي هتطلع تبدأ ان هي تطلع ضعيفة معايا او مكسحة، تمام؟ طيب في رومي ما بيرقدش للديك، بنبدأ ان احنا نمسك له الفرخة وبنعود الديك ان هو يكسر على الايد. انا الديك اللي عندي ده بيكسر على الايد وكمان بيكسر الفراخ لوحده. وبرده علامة من علامات البلوغ بتاعت الديك المقشة اللي هي بتطلع في صدره ده، هي ياريت تكون واضحة معاكم. المقشة ديت بتدل على ان الديك خلاص وصل لمرحلة البلوغ بتاعته، كل ما بتكبر كل ما بنضمن خصوبة الديك وبنضمن كسر الديك، تمام؟ طيب اللي حابب يبدأ تربية الرومي كمشروع، الديك بيبقى ليه كام فرخة؟ الرومي زيه زي الفراخ، بيبقى الديك ممكن يكون ليه 8 فرخات، لأني الديك ما بيكسرش كل يوم، دي أول حاجة. تاني حاجة الفراخ ما بتبيضش مع بعض، وإن بيضت مع بعض الديك ممكن يكسر مرة تاني عادي في اليوم، مفيش أي مشكلة. بس طبعا بنلاقي ان الرومي كسول شوية في تكسيره عن طبعا الفراخ البلدي، الديك بيكسر كل 10 دقايق تقريبا، اما الرومي هيطول شوية عما يكسر، يعني ممكن يكسر مرة في اليوم، او بمعنى اوضح بيختار النتاية اللي يعرف انها خلاص على البيضة ويبدأ ان هو يكسر. ان برضو الديك والفرخة بيبقوا عارفين هم لو يكسروا هيكسروا وهم عاملين ازاي، فهي تربية الرومي سهلة، تربيته عاملة زي الفراخ البلدي بالظبط. أهم حاجة بس إن يهتم بالتغذية، واللي عنده رومي برضو متأخر في البيض ممكن تعملوا الخلطة دي معاكم، اللي هي على بياض على رز شعير على فول صويا. تقريبا الفرخة دي هتبيض تقريبا كده، والله اعلم. عايزكم تتابعوا معايا لان هي كده واخده وضع اللي هي هتبيض خلاص، فهي تقريبا فعلا هتبيض لان الديك الرومي راح وخرجها من المكان اللي هي متعوده تبيض فيه. شايفين؟ سبحان الله، هي كده باضت اهي. طبعا هختم معاكم بقى الفيديو على كده، يا ريت الفيديو يكون عجبكم وتكونوا اشتركتوا في القناة وعملتوا لايك على الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد على خير.